النهاردة عن الحلبة المعقودة، بيسموها في البلاد التانية في القاهرة مثلا أو أي بلد تانية بيسموها مفتقة، إحنا هنا في اسكندرية بنسموها حلبة معقودة. ربع كيلو عمل كمية كبيرة دي، وعمل علبة اهي كمان، بس جميلة، بس الطريقة جميلة ازاي، هي لسه دافية كمان. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نقول بسم الله. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل محبيني وكل مشاهديني، عادة وربنا ما يقطعها عادة على الجميع. طبعا الشتاء بيحب اكل الدفا والحلبة والمشروبات السخنة، احنا النهاردة هنعمل حلبة، حلبة المعقودة اللي هي بيسموها في اغلب البلاد حلبة بنسموها مفتقة. تعالوا بقى نشوف المقادير بنعملها ازاي. التلاتة كيلو او الاتنين كيلو الاول، اتنين كيلو ونص، بياخد ربع حلبة، حلبة وعليها كوباية دقيق. هتشوفوا ازاي هنعمل بالكوباية دي ايه، ربع سمسم السوداني حسب ما انت عايزة تحطي، عايزة تحطي ربع، عايزة تحطي نص، حسب ما انت عايزة. بياخد زيت ازازة الا كوباية، تمام كده. يلا بينا نبدأ، وبرده معايا في الخطوات دلوقتي عشان احنا بنجيب الحلبة ناعمة فبنخاف لتكون متخلطة، فبنجيب التلاتة كيلو على بعض. وطبعا انا بحب اختي تعملها لي كل سنة، انا بحب اعملها بس اختي بحب اختي تعملها لانها متعودة انها تعملها في كل لنا كلنا، ويا ربنا يخليها ويحفظها ويحفظ ماما وكل سنة وانتوا طيبين. يلا بينا نبدأ، هنقفل دلوقتي الفيديو قبل ما نولع النار وارجع لكم تاني. هنا بقى اختي معاكم وهي اللي هتشرح لكم بقى ازاي هتعمل. هنحط لها الحل على النار تسخن اهي، ولازم يكون مقصوصة مش مضرب. اجيب لها الزيت، الزيت اهو، هنحط الزيت الأول. بسم الله، أدي أول كوباية. تاني كوباية، ادي تالت كوباية، دي كده التالتة. خلاص كده هتنزل يتسخن شوية، ننزل بالدقيق. الكوباية الدقيق هي كوباية إلا معلقة معلقتين كده، مش بنحطها كلها، نصها بنحطها نحمر بيها الدقيق. خدي بقى معاكي وعندك المقصوصة وانتي معاهم بقى، اتكلمي معاها. السلام عليكم، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هي دلوقتي بقى اخت سوسو، وان شاء الله بقى بنعمل لها الحلبة وان شاء الله تطلع حلوة ونتعلم بقى كلنا نعملها. النهارده الربع كيلو حلبة اهو، انا حطيت عليه 3 4 معالق دقيق، وهنقلبهم مع بعضيهم كده. وهي كوباية الا ربع، كوباية الا معلقتين كده، هناخد منها 3 4 معالق نحطهم على الحلبة، والربع الثاني من الكوباية هنحطه على السمسم بعد ما نضيف السمسم على الزيت. خليكم معايا ونشوف الخطوات مع بعضينا. احنا كده حطينا 3 كوبايات زيت على النار يقدحهم حلو قوي. الزيت يقدح حلو قوي، وبعدين هنشوف هنضيف عليه ايه بعد كده. خليه يقدح ونقفل دلوقتي قبل ما يقدح. نبدأ بقى، الزيت كده سخن خالص، هنحط بقى السمسم. بسم الله، اهو دلوقتي الزيت سخن قوي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم،
اهو شكشك اهو. أنا ده ربع كيلو سمسم على ربع كيلو حلبة. المقادير دي يا جماعة مظبوطة جدا جدا، يعني لا تزودي ولا تنقصي، احنا متعودين عليها وماما سنين معودنا ان احنا نعملها بالطريقة دي وبالمقادير دي. هنفضل نقلب السمسم لغاية ما يبقى لون. بنجيب الحلبة احنا ونحمصها ونطحنها في البيت او بره، لو كانت كمية كنا بنطحنها. هي كانت غلبة شوية الحقيقة. بس دلوقتي الواحد ما عندوش وقت ان يقعد يطحن حلبة لانها بتبقى ناشفة شوية ويحمصها، الوقت ضيق. طبعا احنا بنجيب 3 كيلو سايب، انا بجيبها سايبة بس بصفيها في مصفى سلك بالنسبة للعسل، انا بتكلم على العسل. 3 كيلو بجيبه وبصفيه، هي ممكن ما تاخدش 3 كيلو، ممكن تفيد بتاع كوباية صغيرة. تمام. الاول كنا بنجيب 2.5، المقادير دي 2.5 عسل على الربع. زي ما قلت لكم الحلبة الجاهزة ما بتتضمنش كده، هي بتحمر السمسم لغاية ما يبقى لونه جرانيت شوية كده، وهنحط عليه بعد كده حبة الدقيق اللي هي ربع كوباية سايبينها، هنقلبها شوية بس السمسم يحمر شوية. في بقى ساعات بنعمله بالمغاد، بس بتقللي الدقيق خالص لأن المغاد بيبقى تخين. مش هيدخل اهو في اللون شوية، نحمر كمان شوية. انا جايباه ابيض مش جايباه غامق، انا بحب الابيض الحقيقه عشان بيتحمر كده بالزيت بيدي اللون، هيدي لك اللون الغامق اللي انت بتشتريه. اللون الاحمر بيعمل معاكي شويه فلازم تلحقي في ساعتها، انما ده مع نفسك كده تقلبيه لغايه ما يبقى لونه جراني. بفضل العسل السايب، العسل الجاهز بيبقى فيه رواسب من تحت تخينة مسكر، فانا بحب ده وصف فيه والله ما طلع حاجة منه خالص جديد، بس تجيبي من حد مضمون. خلاص كده هنحط الدقيق. يلا بتسمي، هنحط ربع كوباية الدقيق. بسم الله بسم الرحمن الرحيم. حمر كده لغاية ما تتأكدي ان الدقيق بقى لونه زي الذهبي كده. بس اوقف دلوقتي عبال ما يتحمر عشان ما نطولش الفيديو. دلوقتي هنحط العسل بقى. الدقيق اتحمر مع السمسم. هنحط العسل. بسم الله نزل سرسوم وهي بتقلب. حطي يلا حطي بس، يعني اقل من نص كوبايه. تمام. نغلي بقى، نغلي شويه كده وارجع لكم تاني. خلاص كده العسل غلى اهو، يغلي غلوتين كده وبعدين نجيب بقى الحلبة عليه. ثانية واحدة. هنجيب بقى الحلبة دلوقتي، العسل خلاص غلى، نجيب واحدة واحدة. نفضل نقلب فيها عشان ما يبقاش فيه كلكعة فيها. حطي كلها. بص يا جماعة السوداني بنحب حمره لوحدي في الآخر، لأن في الأول بيدوخ مع الحلبة
هيبقى كده قلبي فيها كده النار واطيه. هي من الاول النار تبقى واطيه خالص عشان تلحقي اي تكتلات فيها اهي، لازم تشيليها على طول وايديكي فيها في التقليب. اهي بسم الله ما شاء الله اهي ما شاء الله. بس كده بس هي بتغلي ولا خلاص قبل ما تغلي معاكي نقفل النت نقفل دي. يلا بصوا يا جماعه هي زي الفل، هي مفيش اي حاجه، تغلي غلوتين بس ما تسيبهاش ياما على النار عشان ما تجمدش. ممكن تحطي يعني عصير ليمون حاجه بسيطه جدا ما تسكرش. خلاص كده شيلي يا نار. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام بصوا يا جماعه هي زي الفل اهي عادة بقى، وكل سنة وانتوا طيبين. مش هتحطي الزيت الأول يسخن؟ كله؟ بقد ايه؟ ده نص كيلو. نقطة زيت، نقطة زيت كده مع التقليب كده. واحد بيحب السوداني ياكله كده. حلو طعمه حلو. عايزه معايا خشب؟ خشب هنا خد. هنقلب السوداني كده تقليبتين. هنقفل لحد ما خلاص هو خد تقليبتين وخلاص مش ونحط عليه كده وبعدين نضيف عليه وبعدين تبرد شويه مش تبرد قوي. تعبيها بقى لو عايزه تعبيها، عايزه توزعي لحبايبك وهي سخنه وهي في الحله. عبي وعبي برطمان ليكي بقى وكده. حتى مش الليمون معاكوا. خلاص كده احنا حمصنا السوداني بنقطه زيت. نقطه مش حاجه كبيره يعني، بس النقطه عملت ايه كاني معلقه كبيره لكن هي نقطه عشان يلمع بس كده. كنت تقلبتين هنضيفها على طول على الحلبه. رحيم قلبي بقى كده اهو. عايزه النار بقى تطفيها؟ لا خلاص طفي النار بقى كده خلاص. صحة والف عافية عبايا كل سنة. وانت طيبة حبيبتي. الطريقة دي يا جماعة حلوة قوي وبتطلع مظبوطة وجميلة وطعمها روعة. هوريها لكم لما افرخها برضو بالطريقة الجميلة دي. بس تشوفوها تقولوا انها سايحة وهتفضل سايحة كده، لكن لما بتقعد بقى بتجمد تدخن شوية. اهو بصي يا جماعة جميلة ازاي. صحة والف عافية عبال كل سنة. خليها في قلبيها. بعملوا الطريقة دي جميلة قوي مش هتندموا والله. عايزه اقول لكم بقى طلعت ما شاء الله كميه كبيره قوي. ادي علبه فيها علبه كبيره جدا فيها، والبرطمانات دي البرطمانات دي كبيره مش صغيره، دول الصغيرين. بس الكميه قد ايه؟ الربع كيلو حلبه و3 كيلو عسل. العسل بقى فاض منه اهو، فاض منه اهو اقل من يعني اقل من نص كوبايه دي كده. وكانت وصفتنا النهارده، يا رب يعجبكم الفيديو، ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.